زميلتي العزيزه مريهان عمرو، بعد انتهاء مباراه المقاولون العرب وانبي بفوز انبي بثلاث اهداف مقابل هدفين، خلينا نرحب بواحد من نجوم فريق نادي انبي البلعوطي حارس المرمى. بالتاكيد برحب بيك على انتم سبورتس، مبروك ثلاث نقاط مهمين جدا، ويعني المباراه كانت صعبه وكان فيها شد وجذب. ولكن قبل ما تكلمنا عن المباراه عايز اطمن عليك، خارج ماسك كتفك، كان في اصابه في اخر المباراه؟ والله الحمد لله، الثلاثة بونت مهمين جدا، والحمد لله كتفي يعني جيت على كوره ردت في كتفي الحمد لله، يعني شوف الدكتور نطمن عليها دلوقتي ان شاء الله. ماتش صعب زي ما انت شفت، فرقه المقاولين فرقه محترمه، فرقه كويسه جدا، والحمد لله على 3 بونت يعني مهمين بعد الخساره من نادي الزمالك. فثلاثه بونت وفي ظل ان الدوري صعب جدا، فالحمد لله 3 بونت مهمين جدا في بدايه الدوري. يعني بلعوتي كلمني عن بعد الاصابه، انت كملت لعب، كنت بتلعب وانت مصاب مظبوط؟ مظبوط، هي وجعاني فعلا، يعني انا مش بضيع وقت ولا حاجه، لانها فعلا كتفي وجعني، فهطمن من الدكتور دلوقتي هنشوف فيها ايه ان شاء الله. شفت النهارده بقى، يعني النهارده 3 نقاط اكيد مهمين زي ما انت قلت بعد الهزيمه امام الزمالك، ولكن يعني طموح اكيد عند انبي الموسم ده يقدم موسم جيد. شايف تولي المباراه هيكون عامل ازاي، والمباراه القادمه هتكون ازاي؟ والله الفرقه كلها دعمت بصفقات كويسه جدا، فالدوري السنه دي صعب صعب، فنتمنى يعني المباراه اللي جايه هتبقى في مع غازي المحله في المحله، فمباراه صعبه جدا، فيعني نتمنى من الله ان شاء الله ناخد 3 بونت وربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله. الف مبروك الفوز النهارده 3 نقاط. يا خالد ربنا يبارك فيك، الله يخليك حبيبي يا خالد، شكرا. يعني زميلتي العزيزه مريهان عمرو، ده كان لقائي مع البلعوطي حارس مرمى نادي انبي بعد الفوز اليوم على المقارنه العرب. الان نعود اليك مره اخرى، اتفضلي.